السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بالصرف والتحويل، تصريف الفعل المعتل المثالي والأجوف، الجزء الثاني، حصة أتدرب وأطبق، صفحة 40. إذا سنبدأ بالسؤال الأول، أحدد نوع كل فعل من الأفعال الآتية وأضعه في الخانة المناسبة. يعني عندنا مجموعة من الأفعال، غادي نكتبوا الفعل المعتل، الأصل ديالو، نوعه، يعني واش مثال، واش أجوف، واش إذا ناقص، لفيف، مقرون أو مفروق، ثم الماضي، المضارع والأمر. إذا نبدأ بيهاب. إذا الفعل، إذا يهاب، يهاب، إذا أصله وهاب، إذا فهو مثال، حرف العلة في الأول مثال. إذا الماضي سنقول وهاب، المضارع يهاب، يهاب، الأمر هب، هب. إذا لاحظوا في الأمر كيتحذف حرف العلة. إذا غنكملوا مع بيع. إذا بيع أصله باع، بالنسبة لنوعه إذا أجوف، حرف العلة في الوسط، أجوف. إذا بالنسبة للماضي، إذا باع، هو باع. في المضارع يبيع، إذا ينقلب الألف واو، عفوا يا أن. إذا في المضارع حرف علة، هنا اللي في الألف ينقلب يا أن. بيع، الأمر بيع. إذا الفعل الموالي قاموا، قاموا. إذا عفوا، إذا بالنسبة حنا في الفعل المعتل كنشوفوا غير المثال والأجوف، إذا ما عندناش ناقص ولا فيف مفروق ولا فيف مقرون. إذا بالنسبة للناقص ولا فيف المفروق ولا فيف المقرون، هادو حتى هما من أنواع الفعل المعتل، ولكن الدرس فهو يقتصر فقط على المثال والأجوف. إذا قاموا بالنسبة للأصل ديالو قام، إذا فهو أجوف، إذا أجوف. قام، يقوم، إذا ينقلب الألف واو، يقوم. قم في الأمر، قم. إذا يضعون، يضعون، إذا أصله وضع، وضع، إذا فهو مثال، إذا معتل الأول مثال. وضع في الماضي، يضع في المضارع، يضع، ضاع في الأمر. سرنا، إذا سرنا، إذا سرنا، إذا أصله سار، أجوف، إذا أجوف. سار، يسير في المضارع، يسير. سر في الأمر، سر. يدوم، يدوم. دام، إذا أصله دام، إذا فهو أجوف، أجوف. إذا دام يدوم، دم، دام يدوم، دم. إذا هادو هما الأفعال، إذا حسب أنواعها، إذا ممكن أنكم تصوروا هاد يعني اللي بغى ينقل، راه ممكن أنه يصور هاد يعني هاد ليبيزود هادي من الفيديو ويكتب الأجوبة ديال هاد التمرين. غادي ندوزو دابا للسؤال الموالي، السؤال الثاني، أصل الضمير بالفعل المناسب له فيما يأتي. إذا تزوراني، إذا أنتما تزوراني، أنتما تزوراني. جلنا، إذا نحن جلنا، نحن جلنا. إيقظنا، إيقظنا، إذا أنتن، إيقظنا، أنتن. إذا يجب، هو، يجب. أنت صلي، صلي. إذا ملتما، إذا أنتما ملتما، أنتن ضعنا. يقع، إذا هو يقع. أنت تعودين، نحن ولدنا. إذا السؤال الموالي، السؤال الثالث، أضع الفعل المناسب في الفراغ الآتي. إذا هم، الفعل جاء، إذا غنقولوا هم جاءوا، إذا جاءوا، الهمزة على الواو، جاءوا، إذا هم جاءوا. أنتم، الفعل وجد في الأمر.
إذن أنتم جدوا مطلبكم، جدوا. أنتن الفعل صام في المضارع، أنتن تصمن، أنتن تصمن، أنتن تصمن. غادي ندوزو للسؤال الرابع. إذن عندنا جدول، إذن غادي نملؤوا هذا الجدول. تصريف الأفعال، إذن عندنا وضع، زال، مال، إذن في الماضي والمضارع، والأمر مع الضمائر، أنت هي، أنتما للمؤنث، هما للمذكر، أنتن هم. إذن أنت وضعت، هي وضعت، أنتما وضعتما. إذن هما للمذكر، وضعا، أنتن وضعتن، هم وضعوا. زال، إذن أنت زلت، هي زالت، أنتما زلتما، هما زالا، أنتن زلتن، هم زالوا. إذن الفعل مال، أنت ملت، هي مالت، أنتما للمؤنث، ملتما، هما مالا، أنتن ملتن، هم مالوا. غادي ندوزو للمضارع. إذن أنت تضع، إذن هي تضع، أنتما تضعان، هما يضعان، أنتن تضعن، هم يضعوا، إذن هم يضعون. إذن في المضارع ماشي في الماضي، إذن أنت تزال، هي تزال، إذن أنت تزال، هي تزال، أنتما تزالان، هما يزالان، أنتن تزلن، هم يزالون. مالا، إذن أنت تميل، هي تميل، إذن لاحظتوا أنت وهي تقريبا بحال، تميل، أنتما تميلان، هما يميلان، أنتن تملن، هم يمالون. إذن هنا يضعون يزالون، يمالون. إذن الأمر، أنت ضع، زل أو زل، مل، أنتما، إذن ضع، زال، ميلا، أنتن ضعن، زلن، ملن. إذن هذا هو الجواب عن السؤال الرابع. ندوز السؤال الخامس. أقترح على أصدقائي وصديقاتي فعلا معتلا مثالا ونصرفه في المضارع. إذن وجد، أقترح الفعل وجد، إذن وجد، إذن في المضارع، أنا، إذن أجد، أنت تجد، أنت، إذن أنت تجدين، أنتما
تجداني أنتم تجدون أنتن تجدن. إذا نتمم، نحن نجد، هي أو هو وجد، إذا هو يجد، إذا هو يجد، إذا إحنا كنصرفو في المضارع، إذا هو يجد، هي تجد، إذا هما يجدان، هم يجدون، إذا هن يجدن. إذا هذا اقتراح فقط، إذا فعل وجد، إذا في المضارع اقتراح، ممكن أنكم تغيروا الفعل إذا بفعل آخر، ولكن خصو يكون معتل الأول، يعني خصو يكون مثال. إذا مثال السؤال الموالي، أركب جملتين تتضمن كل منهما فعلا معتلا، مرة يكون مثالا ومرة أجوبة. إذا جوج ديال الجمل يكون الفعل معتل، إذا الجملة الأولى مثلا التي أقترحها عليكم، إذا فعل مثال وصل، إذا الفعل وصل، وصل المتعلم متأخرا، وصل المتعلم متأخرا. فعل أجوف نام، نام الطفل باكرا، نام الطفل باكرا، إذا وصل المتعلم متأخرا، نام الطفل باكرا. إذا وصل هذا فعل مثال، ونام هذا فعل أجوف. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا في فيديو جديد إن شاء الله، الفيديو القادم التركيب صفحة 41. إلى اللقاء.